برمج لنقاش خلال هذا الموعد الإخباري مشاهدينا متعلقة بالكفاءات الجزائرية خارج الوطن، والتي أصبحت اليوم تحقق نجاحا باهرا في مجال البحث العلمي. عينتنا البروفيسور أحمد شنة، خبير البيوتكنولوجيا بمخبر لاب كوربوريشن بالولايات المتحدة الأمريكية، يلتحق بنا الآن عبر سكايب. مساء الخير بروفيسور. أهلا بك، شكرا لك. وشكرا لك كذلك على قبول دعوتنا أو دعوة مشاركتنا عبر قناة النهار الإخبارية الأولى في الجزائر. بداية بروفيسور أحمد شنة، خلينا نقول كيف كانت بدايتك في مجال البيوتكنولوجيا، واليوم أصبحت جزائري ضمن فريق علم الأورام بأكبر المخابر الأمريكية. أنا في الحقيقة درست في جامعة قسنطينة، وتخرجت من جامعة قسنطينة من الأوائل، وبالتالي تحصلت على منحة، ذهبت إلى بريطانيا، إلى اسكتلندا، وبالتالي حضرت الدكتوراه في مجال الكيمياء العضوية. وبعدها يعني انتقلت إلى رحت إلى أمريكا، رحت إلى نيويورك، جامعة نيويورك، وبالتالي ده درت يعني بحوث بعد التخرج، معناها يسموها بوست دوك، في 3 سنوات. ثم درست هنالك، بدأت ندرس على مسببات السرطان، يعني الأحماض النووية، يعني الأديان، يعني المسببات الأولية في التفاعلات اللي تنتج عن طريق يعني المواد الكيميائية الإنسان اللي تعرض عليها، والشمس، وكذلك يعني أعراض جانبية. طيب بروفيسور أحمد شنة، إلى أي مدى ساهمت اليوم أبحاثك فيما تعلق أساسا الدور الكبير الذي لعبته في تطوير تكنولوجيا الفراتياج تي أم للدلالات الحيوية الموجهة لأمراض السرطان، وأهلت لك لأن تكون ضمن أكبر فريق بحثي في علم الأورام بالولايات المتحدة الأمريكية؟ في الحقيقة الفيراتاج هذه التكنولوجيا طورناها يعني باش تقيس البروتينات الموجودة في الخلايا السرطانية بطريقة دقيقة جدا، يعني غير معروفة سابقا. وبالتالي يعني استعملتها كثير من الشركات اللي تطور في الأدوية تاع الأدوية السرطانية، وبالتالي يعني مثل جينينتك وروش وعدة شركات أخرى يعني استعملت التكنولوجيا بتاعنا. طيب بروفيسور، لما نتحدث عن الكفاءات الجزائرية في مجال البحث العلمي وحتى في مجال الطب اليوم، كيف بإمكاننا أن نستفيد من خبرتها في ظل أنه اليوم الجزائر تسعى لاستقطاب العديد من كفاءاتها المتواجدة خارج الوطن، والتي أثبتت نجاحها من خلال تطوير لعدد من الأبحاث يشهد لها عالميا؟ في الحقيقة نحن في مجموعة كبيرة من الجزائريين يعني نساعدوا بعض الجامعات الجزائرية، وكذلك بعض المعاهد الجزائرية، وكذلك نعملوا يعني الجامعة الصيفية. يعني أنا شاركت شخصيا في منذ سنة، يعني السنة الماضية واللي قبلها، في الجامعة الصيفية ندرسوا، نعطد حوالي أسبوع كل صيف دروس مكثفة للطلبة اللي حضروا في الدكتوراه والماجستير. وكذلك أنا في المجلس العلمي مثلا في بعض المعاهد الوطنية مثلا. طيب بروفيسور أحمد شنة، خلينا نتحدث الآن عن مجال آخر. دائما في مجال أبحاثك متحصل على 13 براءة اختراع، وتم نشر حوالي 80 دراسة علمية ومحاضرة لكم اليوم. كيف بإمكان إسهاماتكم العلمية في الولايات المتحدة الأمريكية أن يستفيد منها الطلبة الجزائريون في مجال البحث العلمي؟ هل من مشروع خلينا نقول اليوم تسعون من أجل إيصاله اليوم للجزائر حتى تكونوا همزة وصل ما بين العديد من الطلبة للاستفادة دائما من خبرتكم في مجال الأبحاث العلمية؟ طبعا نحن دائما عندنا جمعيات يعني جزائرية يعني موجودة في الخارج، وبالتالي عندها اتصال مباشرة بالجامعات الجزائرية، ونتقدم يعني مساعدات. مثلا في ماي القادم إن شاء الله راح نعملوا يوم دراسي، يوم العلم، محاضرات جزائرية بين أساتذة جزائريين في الجزائر، وكذلك
أساتذة جزائريين وباحثين في الخارج مثلا. طيب في اعتقادك بروفيسور أحمد شنة، تطوير مجال البحث العلمي في الجزائر ليعتبر كذلك من بين الأولويات حاليا، ما هي الشروط الواجب توافرها حتى نستفيد من هذا المجال، مجال البحث العلمي بكفاءات جزائرية اليوم راهي متواجدة في الجزائر بالتحديد؟ بالحقيقة هو البحث العلمي مثلا في أمريكا وفي الدول الأوروبية أنه اتجه نحو البحث العلمي التطبيقي، وبالتالي اللي فيه فائدة مباشرة للمواطن العادي، يعني مش بحث أكاديمي بحث فقط للهدف تاعه أنه لببليكاسيون سيونتيفيك، نشرات علمية فقط. وبالتالي من المفروض أنه تركيز أكثر في البحث العلمي في الجزائر على الناحية التطبيقية، وبالتالي باش تكون الفايدة يعني يشوفها المواطن اللي يمشي في الشارع عوض ما يعني التركيز على يعني النشرات العلمية فقط. طيب بروفيسور أحمد شنة، نتحدث الآن عن جائحة كورونا، هذه الجائحة العالمية اللي خلت العالم ككل في سباق زمني من أجل ظفر بلقاحات بإمكانها أن تنهي شبح هذه الجائحة. اليوم في اعتقادك بروفيسور أحمد شنة، التركيز على مجال البحث العلمي من أجل تحقيق اكتفاء ذاتي، خلينا نقول في مجال الأبحاث العلمية، إلى أي مدى رح يسهم في تعزيز قدرات الدول؟ الحقيقة يعني في مارس يعني عندما العالم كله دخل للبيوت يعني خوفا من كورونا فيروس، المعاهد تاع البيولوجيا في العالم كله أصبحت تشتغل 24 ساعة مثلا باش تحقق أولا تحضير هذا ملي تيست مثلا، كذلك أنهم بدأوا يشتغلوا في تحضير لفاكسان مثلا. الآن أكثر من 90 الآن فاكسان الآن أنهم في التجارب في التجارب السريرية مثلا في الإنسان مثلا، الآن حوالي 8 مثلا يعني وافقوا عليها كثير من الدول في استعمال تاعها، وبالتالي في ظرف زمني قليل أقل من سنة، يعني المفروض أنه يكون ربما 10 سنوات مثلا، فاكسين تاع إيبولا مثلا استغرق أكثر من 6 سنوات مثلا تحضيره، لكن الآن من هذا يعني العالم كله ركز تركيز كبير. صحيح. وأموال كثيرة صرفت يعني، والناس أصبحت تشتغل في المختبرات مثل ما قلت لك يعني 24 ساعة مثلا بتحقيق باش نحلوا المشكلة هذه. وبالتالي الآن فيه بدأت يعني كما يقولوا يعني الضوء في آخر المطاف بدأ، لكن مع الأسف أنه جميع العقود أنها في هذه الفاكسان كلها بين الدول الأوروبية يعني الغربية، وكذلك الشركات اللي تصنع في هذه الفاكسان، وبالتالي مثلا أفريقيا أو الدول الفقيرة مثلا سوف لن تتحصل يعني عدد كافي على الفاكسان مثلا إلا ربما في آخر السنة هذه أو السنة القادمة. أشكرك جزيل الشكر البروفيسور أحمد شنة، خبير البيوتكنولوجيا بمخبر لاب كوربوريشن، حدثنا على المباشر عبر قناة النهار. شكرا لك على هذه المداخلة.